كيف فيك تقول باللغة الألمانية الجميع تحت سقف القانون ولا يوجد تمييز بين مسؤولين ومواطنين؟ منعبر عن هذا الحكي باللغة الألمانية من خلال جملة جميلة جدا ومنقول Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. يعني أمام القانون يكون كل الناس سواء. أمام القانون بيكونوا كل الناس سواسية متساوون. إذا بهذا الشكل منعبر باللغة الألمانية، وهي الجملة معروفة عند الجميع وبديهية جدا، لأن أمام القانون الألماني فعلا ما في تفريق بين أي مواطن، إن كان مسؤول إن كان غير مسؤول. فبكل بساطة فيك تقول له هي الجملة لصديقك في حال كنت بتحب إنك تعبر له عن إعجابك بألمانيا بأحد الشغلات اللي هي العدالة والقانون. فهي العبارة بديهية جدا ومعروفة عند الجميع، فيك تقول له Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich.